لماذا يهتم الكتاب المقدس بسرد أسماء وسلسلة أنساب وعائلات كثيرة؟ من منطقة قمران رح أتكلم عن سلسلة نسب المسيح، ابقوا معي. من منطقة قمران عند البحر الميت بحب أتكلم عن سلسلة نسب يسوع المسيح. هاي المنطقة مناسبة جداً، ولسيما عاش في هذه المنطقة جماعة من الإسينيين، جماعة من اليهود كانوا بيمارسوا عادات كثيرة كوحدة واحدة، ومن العادات اللي كانوا بيمارسوها الغسلات الطقسية يومياً، وأيضاً شيء مهم جداً كتابة أصفار العهد القديم. وإحنا مديونين لهذه الجماعة لأنه في سنة 1947 اكتشفوا مخطوطات قمران في مغاير كثيرة مثل ما بتشوفوا ورائي وحولي في كل هذه المنطقة. معظم المخطوطات القديمة بيعود تاريخها إلى 150 سنة قبل الميلاد، وهذا إن دل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته ليجريها. من ضمن الكتابات طبعاً بيهتموا في كتابة الأسماء وشجرة العيلة وسلسلة الأنساب. رح ندرس أهمية هذا الموضوع. أنا بدعوكم إنه تشاهدوا هذه الحلقة، سأعود بعد هذا الفاصل. سلسلة نسب يسوع المسيح. ليه الكتاب بيهتم بالأسماء الكتيرة وشجرة العيلة والأنساب؟ يمكن بالنسبة لنا اللي احنا عايشين في القرن الحادي والعشرون في مجتمع سريع جداً ما بيهتم بهذه الأسماء، لكن هذه ليست العادات اليهودية، وليس غريباً بالنسبة لليهود إنه يكتبوا شجرة العيلة وسلسلة الأسماء والأنساب اللي بعود تاريخها لتاريخ قديم جداً. البشير متى بيبتدي السفر تبعه بهذه الكلمات: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وطبعاً بيتكلم عن سلسلة أنساب يسوع المسيح، بيسرد سلسلة كبيرة من الأسماء، هذه العادات اليهودية. طبعاً موجودة عدة سلاسل للأنساب، مثلاً في سفر التكوين إصحاح 5، في سفر التكوين إصحاح 11، في سفر أخبار الأيام الأول والثاني بتشوف ليستة طويلة عريضة من الأسماء الكثيرة، في سفر عزرة، في سفر نحمية بعد رجوعهم من السبي البابلي. طبعاً اليهود كانوا نشطين جداً بدراسة سلسلة الأنساب، وبالواقع في دراسة لدرجة أنه عندهم أشخاص متخصصين في هذه المواضيع. البشير متى بيبتدي طبعاً كجسر بيربط بين العهدين، بين العهد القديم من آخر سفر ملاخي إلى أول سفر في العهد الجديد اللي هو إنجيل متى. بينهي صمت 400 سنة. طبعاً إنجيل متى بيكلم اليهود لأنه كانوا بينتظروا المسيح، عندهم الوعود، عندهم النبوات، عندهم العهود، عندهم الشريعة، وعم بيتوقعوا مجيء المسيح. فبيكسر أو بينهي
فترة صمت طويلة لمدة 400 سنة، وبيربط هذا الجسر بيتكلم بالتحديد وبالتخصيص عن المسيح ابن داود. وطبعاً بيتكلم كل هذا على أساس يتكلم إنه مجيء يسوع المسيح له مصداقية ولها شرعية مهمة جداً حتى يحافظ على الدم الطاهر بدون أن يتنجس أو أن يختلط بأي دم آخر. طبعاً هذا يظهر لنا إنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس من بداية مجيء آدم، من آدم إلى مجيء المسيح للخلاص، ثم مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام. فالله هو اللي ماسك زمام كل الأمور، هو متحكم في كل شيء وإله السيادة الكاملة على كل المجتمعات، الملوك والممالك وكل الناس. فمتى بحاول يظهر من خلال هذا الجسر حتى يورينا إنه الله ما زال على العرش. شيء آخر نتعلم من سلسلة الأسماء، هي مش مجرد أسماء عشوائية مذكورة سواء في التكوين أو في أخبار الأيام أو في عزرا نحميا أو في إنجيل متى أو لوقا، هي موجودة لهدف محدد، لخطة معينة الله عم بيعلنها من خلال أنبيائه القديسين. يقول الكتاب المقدس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتأديب والتوبيخ الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. والرسول بولس أيضا يقول: كل ما كتب هو كتب لتعليمنا وأيضا لإنذارنا. فمن خلال سلسلة الأنساب منشوف شخصيات كثيرة، منهم العظمة مثل إبراهيم وإسحاق وداود وسليمان، ومنها شخصيات مثل منسى وآخرون كانوا أشرار. فالله من خلال كل هذه السلسلة عم بيظهر نعمة معينة ومعاملة خاصة للإنسان. فكل الكتاب ممكن نجمعه في آية واحدة في سفر الرؤيا: فإن شهادة ربنا يسوع هو روح النبوة، أو كما قال داود: أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. لما بيتكلم في رسالة روميا الإصحاح الأول يقول عن ابنه الذي من نسل داود، طبعا جاء في ملء الزمان من حسب الجسد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. طبعا بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح. لماذا ندرس سلسلة الأنساب؟ احنا شفنا أن الله له السيادة والسلطان المطلق بحرك كل شيء في هذا التاريخ،
وكل هذا التاريخ من شعوب ممالك أمم من حياة البشر تسير في خطة محكمة منسجمة دايماً حتى يتمم مشيئته. شيء آخر، سلسلة الأنساب تؤكد على لاهوت وناسوت المسيح، الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. شفنا أنه يسوع جاء من نسل داود حسب الجسد، تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. في سفر غلاطية مكتوب: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، الكيفية مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. فالله أرسل ابنه مولود في بيت لحم في ملء الزمان. شيء آخر، يسوع هو الوريث الموعود به الشرعي بحسب كلمة الله من إبراهيم إسحاق ويعقوب من نسل وسلالة داود، وهذا بتشوفه في الكتاب المقدس من بداية الآيات التكوين إلى آخر نبوات في العهد القديم. في سفر التثنية مكتوب: يقيم لك الرب نبيا مثلي له تسمعون، تثنية 18. وهذا إن دل على شيء آخر، بدل على وحدة الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس يسير بتناغم وتناسق وانسجام تام، والأحداث كلياتها بتسير بتسلسل، مش آيات مبعثرة وعشوائية بتنط هنا وهناك، لكن بتشوف من أول التاريخ بوصلنا للمحور اللي الله اللي عاوز يوصلنا إياته. هذا إن دل على شيء، إنه كل الكتاب هو موحى به، فإنه كتاب واحد، هدف واحد، خطة واحدة. وهذه الخطة أحبائي، كل هذا الموضوع لكي ينال الإنسان، عم بيقود الإنسان إلى الفداء وخلاص الإنسان من خلال يسوع المسيح. شيء آخر، سلسلة الأنساب طبعا ذكرت أنه بتعبر عن طهارة العرق، أنه لازم يكون جنس طاهر، ما فيش أي اختلاط ولا أي زواج مع شخص آخر، وهذا بيعطي شرعية. وإحنا منشوف في سفر عزرة وفي سفر نحمية كان لازم يرذلوا، كان لازم يطلعوا ناس من الكهنوت لأنه كانوا متجوزين أجنبيات، فكانوا بحافظوا على طهارة العرق أو على هذه العائلة. شيء آخر، إحنا مندرس سلسلة الأنساب لأنه بالواقع هو الكتاب الوحيد اللي بعلمنا عن أصل الإنسان وكيف جاء الإنسان، كيف الله خلق الإنسان ذكر وأنثى، وكيف انتشرت البشرية وتكونت العائلات، وكيف وصلوا إلى كل الأرض. فبتشوف كل الأمور ماشية بالتسلسل، الكتاب بيعطي عن أصل الإنسان ونهاية الإنسان في آخر الأيام. سلسلة الأنساب بالواقع هي تظهر محبة الله، الله بحب الإنسان. هو ليش يعني برجعنا لأسماء كتيرة؟ عشان يورينا أنه الله عم بيصير بخطة يوصلنا للهدف الأسمى، للمحور الرسالي ومركز الرسالة، مجيء يسوع المسيح في ملء الزمان لكي يقدم كفارة وفداء لكل الجنس البشري. وبالواقع هي دراسة بتعلمنا، فإحنا لما بندرس سلسلة الأنساب بنعرف عن آدم، بنعرف عن نوح، بنعرف عن إبراهيم، وهكذا تسلسل الأحداث وتسلسل الجنس البشري. الجدير بالذكر إنه متى منظم السفر بشكل رائع جدا، بيتكلم عن 14 جيل، بيذكر 46 شخصية، وهذه الشخصيات عبر 2000 سنة من الزمن، بيذكر كل هذه الأسماء حتى نتذكرها وحتى نتعلمها. فلما بيتكلم عن 14 جيل، هذه الأقسام حتى نعرف في كل جيل ماذا حدثاً،
مثلاً من إبراهيم لداود يعتبر العصر الذهبي لشعب إسرائيل. ثم أحبائي من داود إلى السبي يعتبر العصر الهزيمة والعار والخزي بسبب الخطية وبسبب التراجع وبسبب السبي. ومن السبي لمجيء يسوع المسيح يعتبر عصر الاسترداد. وهذه كلياتها أحبائي منحطها تحت كلمة واحدة، نعمة الله اللي بتلمس كل الشعوب وكل الناس. سلسلة نسب المسيح، عم بتكلم عن هذا الموضوع من منطقة قمران عند البحر الميت. الجدير بالذكر إنه البشير متى مش بس بيقطع صمت 400 سنة، لكن بيظهر شرعية مجيء المسيح في ملء الزمان، ويسمى المسيح ابن داود. والجدير بالذكر أيضا بيتكلم عن كل جيل من 14 اسم دعي اسم ابن داود. داود في اللغة العبرية دافيد، حرف الدال رقم 4، حرف الفاف رقم 6، حرف الدال رقم 4. فاسم داود مركب من عدد أو من رقم 14، يعني عدد الكمال. فالمسيح دعي مرارا ابن داود. طبعا وضع داود أولا لأنه داود يعتبر المفتاح للانتظار والتوقع اليهود اللي كانوا بينتظروا المسيح اللي رح يجي من هذا النسل. لكن في شيء أهم من هذا الموضوع، الكتاب بيتكلم إنه المسيح اشترك في طبيعتنا، وهذه حقيقة التجسد، ليس كما ادعى بعض الهرطقات، هذه الهرطقات التي ترفض مجيء المسيح في الجسد. وأيضا بيذكر أهمية إبراهيم، لأنه بالواقع ابتدأت من إبراهيم قصة الخلاص، فلا ينقطع من نسل داود، وهي كانت النبوة. لكن البشير متى من خلال السلسلة أسقط 4 أسماء أو 4 ملوك، اللي منهم أخزية ويؤاش وأمصية ويهويقيم. طبعا أسماءهم، هذه الأسماء الأربعة موجودة في سلسلة النسب في سفر الأخبار الأيام، لكن داود عم بركز على عدد 14، يمكن أسهل للتذكر، أسهل للحفظ، وأن هذا الشيء كان متعارف عليه بين اليهود. أحياناً بيذكر الجد، وأحياناً بيسقط اسم أو بيجيب الاسم حتى يكون دراسة سهلة سلسة إنه الإنسان يستفيد منها. هذه الأسماء أحبائي، في أسماء حلوة وفي أسماء مش حلوة، يعني أقصد في أشرار وفي أسماء اللي هي طبعاً أسماء بتشرف. مثلاً في سفر أرمياء إصحاح 22
يقول النبي اكتبوا هذا الرجل عقيم. طبعا بيتكلم عن يكنيا اللي هو طبعا يعتبر من الأواخر قبل السبي. ولاحظ لما بيتكلم عن كل هذه الأسماء ولدة ولدة، لما بيوصل لعند يوسف لم يقل يوسف أنجب، بل يوسف زوج مريم. أي يوسف يعتبر طبعا الآب يعني الشرعي، لكن بالتبني، يعني كأنه تبنى يسوع المسيح، لأنه مريم حبل فيها من الروح القدس وولادتها كانت عذراوية، فكان يعني هو الحامي، هو اللي الرجل العيلي اللي اسم يسوع كان تحت اسم الرجل. كمان عاوز أضيف شيء مهم، إنه البشير متى بسلسلة النسب كسر حواجز كثيرة، حواجز بين اليهود، بين الأمم، بين الرجل، بين الإمرأة، على أساس إنه يرجع للرسالة الأولى عندما خلق الله الإنسان، خلقهما ذكر وأنثى واحد. فإذا هون عم برجعنا لنفس الرسالة. فمثلا بيذكر أسماء نساء، وهذا شيء غير متعارف عليه في العادات اليهودية. مثلا بيذكر نساء اللي هي أسماءها يمكن مش بتشرف، لكن أضيفت إلى سلسلة النسب حتى تظهر محبة الله وتظهر نعمة الله. الله ما عنده فرق بين يهودي أو أممي، بين رجل أو بين امرأة. بيذكر عدة نساء مثل رحاب الزانية، بيذكر ثمار عملت شنيعة، بيذكر عن راعوت المؤبية. المؤبيين ما كانوش من شعب الله، لكن أضيفت صارت من شعب الله. بيتكلم عن بتشبع اللي زنى داود مع هذه المرأة. فبيذكر كل هذه الأسماء عشان يتكلم عن نعمة الله خلال كل صفحات الكتاب المقدس، ومجد هذه النعمة هو في شخص يسوع المسيح. أخذنا نعمة فوق نعمة من خلال شخص يسوع المسيح. متى طبعا بيكتب لليهود، لكن في سلسلة لوقا بيكتب لكل واحد، لكل البشرية. مثلا متى بيكتب عن أسماء الملوك، من سلسلة الملوك من سليمان بيصل إلى مريم. لوقا مثلا بيتكلم عن سلسلة أسماء ابن داود، بس من ناثان مش من سليمان، سلسلة لوقا. وهكذا متى بيبتدي من إبراهيم إلى آخره، بيوصلنا ليوسف. متى يعني بالعكس بيبتدي من يوسف وبوصلنا لكل يعني أول إنسان في البشرية إلى آدم ابن الله. فهذه السلسلتين لما بتحطهم مع بعض بتشوف التناغم، بتشوف التناسق، بتشوف الجمال، بتشوف إنه فعلا الله مسيطر على كل زمام الأمور. سؤال، هل شفت هذه النوعية من السلسلة في أي كتاب آخر في هذا الوجود اللي برجعك لآدم، سلسلة آدم كل هذه السنين، شجرة العيلة؟ بس الكتاب المقدس، وهذا إن دل على شيء بدل إنه الله فعلا له السيادة وأنه ساهر على كلمته ليجريها.
دراسة سلسلة الأسماء أو الأنساب دراسة شيقة جداً، لكن اليهود قضوا أوقات طويلة جداً في هذا الموضوع لدرجة أنه ابتدى يحولهم عن الهدف الأسمى هو شخص الرب يسوع المسيح. مجيء يسوع المسيح ما كانش مفاجأة ولا كان شيء عشوائي، لكن بتشوف من خلال الأسماء وسلسلة الأنساب سواء من تكوين 5 تكوين 11 إلى مجيء المسيح كلها عم بتصير بتناغم وبانسجام تام. مجيء المسيح ما كانش صدفة، لكن تمم نبوات العهد القديم، فنبوات كتير تنبأت عن مجيء المسيح، أنه سيكون من نسل المرأة، أنه سيولد من عذراء، أنه سيولد من بيت لحم، أنه سيكون نبي مثل موسى بيعمل المعجزات الخارقة، وأنه من إبراهيم إسحاق ويعقوب، وجاء من سلالة يسى داود، وهكذا كل هذه النبوات اللي تنبأت عن مجيء يسوع المسيح سواء عن ولادته حياته آلامه موته كلها تضيف جمال ورونق لكلمة الله إنه فعلا المسيح جاء طبعا من نسل داود حسب الجسد، وإنه تعين ابن الله بروح القداسة بقوة من القيامة. لأنه أحبائي دراسة النبوات بتشوفها تتميم هاي النبوات وقيامة يسوع المسيح من الأموات شهادة حية، صرح قوي، أساس راسخ لا يتزعزع، إن دل على شيء بدل على سمو ورفعة يسوع المسيح، وإنه كل الغرض إنه الله عم بيظهر سيادته في كل الأحوال وفي كل الظروف لهدف واحد اللي هو خط الفداء، مجيء يسوع في ملء الزمان لكي يموت على الصليب ويقوم من الأموات حتى يعطي الخلاص والفداء لكل من يطلبه. أنا بصلي إنه فعلا يعني لو كانت اليوم مذاق بسيط إنك تتعمق في هذه الدراسة وتشوف جمال الكلمة كيف إنه الله فعلا مسيطر على كل الأحداث. من منطقة قمران بصلي إنه فعلا الرب يباركك وإنه تكون يعني مستنيرة عيون ذهنك والرب يفتح ويكشف عن عينيك حتى تشوف الحقائق اللي هي كل التاريخ. الله عم بيستجمع كل التاريخ وكل الأمور في مجيء يسوع المسيح في ملء الزمان. أنا بصلي من كل قلبي إنك تطلب اليوم ويكون سيد ورب على حياتك. إلى اللقاء. من جبل الزيتون أورشليم القدس أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.